ضربات موجعه لفلول المتمردين في حيثان، حصار من كل الجهات تنفذه عناصر من المقاومه مسنوده بوحدات من قوات التحالف العربي في تصميم على دحر الميليشيا التي دفعت بعدد من عناصرها للتمركز في هذه المنطقه. تمثل مديريه حيثان واحده من اكثر مناطق اليمن اتصالا بالعصر، ففيها تاسست اول مدرسه حديثه قبل قيام الثوره 26 من سبتمبر عام 1962، امر جعل من وجود هذه الميليشيا واستجلاب العنف والحرب اليها استفزازا غير مقبول في هذه المديرية التي يوجد معظم سكانها في المدن، واضطرتهم ظروف الحرب إلى العودة إليها بحثا عن ملاذ آمن. تواجه العناصر التابعة لقوة المخلوع صالح والحوثي صعوبة في تنفيذ مخططها لقطع الطريق الرابط بين ريف محافظة تعز وكل من محافظتي لحج وعدن المجاورتين، فقد نفذ طيران التحالف غارات جوية هي الأولى من نوعها في محيط مركز مديرية حيفان، حيث تتمركز عناصر المتمردين في معهد السعيد الواقع في منطقة الخطوة، دون أن تتضح التفاصيل بشأن الخسائر التي تكبدتها هذه العناصر جراء الغارات الجوية. وفي منطقة الشريجة المجاورة تدور مواجهات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودان بقوات من التحالف العربي تضم وحدات سودانية وأخرى إماراتية، وبين قوات المخلوع صالح ميليشيا الحوثي وسط أنباء عن تقدم تحرزه القوات الحكومية والمقاومة. يأتي ذلك فيما أعلن عن استشهاد أول جندي تابع للقوات السودانية المشاركة في مواجهة الشريجة وإصابة جنديين آخرين بجروح تم نقلهما إلى عدن لتلقي العلاج. جبهة تعز الجنوبية تتصدر واجهة الأحداث وتكرس حقيقة واحدة هي الرفض المطلق للميليشيا والإصرار الكبير على النصر.